في القارة السمراء ومرحلة جديدة في الجزائر، مرحلة سياسية. وسأسرد عليكم ربما هذه الجزائر الجديدة يطمح لها كل الشعب، حامية البلاد وقوانين وقفتها مع الشعب الجزائري في كل دائما تعمل من أجلها أيضا شؤون الجزائر، وهي تعطي دروسا ديمقراطية. هذه النقاط الثلاثة التي ربما فرنسا الآن تتغنى بحقوق الإنسان وفي تتغنى بحقوق الإنسان في المحافل الدولية، ولكن هي انتهكت حقوق الإنسان قبل قرن من الزمن. وأيضا ربط هذه الندوة اليوم هو أيضا مرافقة إلى المرحلة الهامة للمنظمة والتي ساهمت وما زالت تساهم في إنجاح هذه المرحلة بالعمل التحسيسي لأهمية الموعد الانتخابي القادم، وكذلك أهمية مرافقة الجيش الوطني الشعبي والمؤسسة العسكرية. تاني يبقى الإنسان الجزائري على مختلف مستوياته، يعني ربما ينظر كذلك يعني برؤية واعية إلى هذه التدخلات الأجنبية بأنها ليست تدخلات حتما في صالح الجزائر بقدر ما هي في صالح القوى الإمبريالية، والإمبريالية دائما تتكرر في صور جديدة، وربما هذه الإمبريالية الجديدة الأوروبية خاصة الفرنسية التي تريد يعني دائما الحفاظ على استغلالها التاريخي للجزائر والمستعمرات الإفريقية ككل. السياسة الفرنسية في البلدان الإفريقية معروفة سياستها، فهي لا تكتفي بالاحتلال وإنما تريد أن تبتز وتريد أن تمارس الوصاية والسيطرة إلى غاية اليوم. يعني هذا الأمر ليس جديدا عن السلطات الفرنسية ولا عن فرنسا الاستعمارية، ففرنسا ما زالت لحد الآن تعتبر نفسها الدولة الاستعمارية في المنطقة.